طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف يا شباب؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله كلكم بخير. إن شاء الله ربنا يسلم كل الشعب السوداني. معلش صوت من اللايفات، والله عندي وجع حلق جدا جدا، كان ما في صوت عديل. المهم الواحد ما صدق إن صوته رجع، الحمد لله. و عندي كلمتين كده وقفت لي في حلقي هنا، وقفات هنا محشورات هنا كلمتين داير أقول للناس. كويس يا شباب، كده اخوانا ساعدونا بالشير شوية. اهلا، كان الحال منورين كلكم يا شباب. والله يا اخي بس عيان شوية كده، ويا حليق التهاب وشغال جاري. المهم ايه هناك، كيفكم كلكم؟ عبد الله كيفك؟ اخبارك بكري؟ ان شاء الله كلكم بخير. المهم يا قلت لكم عندي كلمتين محشورات اللي في حلقي هذا، اقول يا اخوانا هي ما المشكله الاساسيه الكبيره كده؟ كويس، المشكله حقت الحكومات السودانيه. يعني الحكومات دي عندها في الموضوع ده كله 30%، والله العظيم يا اخوانا 30% من الحكومه، الباقي كله على الشعب السوداني. يعني الباقي كله كده بجمله وتفصيل على الشعب السوداني، والحكومات ده جت من الشارع السوداني. يعني مش المشكله في السودان في محله، هناك المشكلة في الشعب السوداني ذاته. كويس، الشعب السوداني ذاته احنا شفناه يعني جوا السودان وبرا السودان، شفناهم كيف انه الواحد كيف بحاول دائما انه يتحايل على القوانين، انه دائما يبقى كسلان، انه دائما يكون راقد، انه كيف ينتفع، يعني حاجات كثيرة، انه كيف السودانيين بيشاكلوا في السلطة. كويس، يعني انا يعني الناس هنا مثلا في الخارج الواحد تلقاه يعني ممكن يشتغل وانت في الشهر يعمل له 5 6 7 ألف دولار. كويس، لا هو داير يقعد في البيت يقول ما لاقي شغل عشان الحكومه تديه كثير، و2000 دولار كثير وكده، تديه 2000 دولار، يضيع باقي الالاف الدولارات اللي ممكن تصل ل6 ألف دولار عشان يقعد نوم في البيت، عشان يقعد نوم في البيت. والله العظيم انا بتكلم معكم جادي، دي المشكله دي. اما يعني انت ما تلاحظ انه مو المشكله في الحكومه السودانيه برا، والحكومات السودانيه دي ما هو زي القاعد برا ده، جاء اخر الدنيا وسايق اولاد وسايق جماعه، جاء عشان يشله عشان بدون يشتغل وينتج عشان يقدر يصرف على نفسه ويصرف على اولاده ويصرف على اهله في السودان واحتياجاتهم. لا ده ما دار كده، ده دار يقعد وينوم ويشخر ويصحى الساعه 2 ظهر. كويس، وعديها كلها لعب وهزار. كويس، ونشوف له نادي يمشي عليه ويشوف له، وما درى المشكلة اخوانا، مشكلة الشعب السوداني، المشكلة كسلان، الناس ذاته قاعدين في السودان محتملين، اصبح الناس اللي قاعدين في السودان محتملين اعتماد كامل على الناس اللي قاعدين في الخارج، اعتماد كامل على الناس اللي قاعدين في الخارج. يعني ما ممكن انت الناس كلها كويس اللي بيزرع منه، اللي بيحصد منه، اللي بينتج منه. كويس، ما دام الناس كلها هي نايمة والناس كلها دارة تعيش والناس كلها راقدة، ما في زول دار يشتغل. أنا أكلمكم بجد والله العظيم، ما في زول دار يشتغل، ما في زول دار ينتج، الناس دي كلها دار تقعد ترطب، الناس بقت في سباق على إنه أنا أوريك أنا مرطب. تسأله شغال شنو؟ يقول لك والله يا أخ شغال، ما في زول شغال حاجة. كويس، دار أوريك موبايلي، كويس دار أوريك أنا حربتي، كويس إزعى بالحلال بالحرام بالجن الأحمر باللف والدوران، دار يعمل عربية عشان يقول الناس يقول يا أخي أنا أمور واضحة. كويس، لكن أساسا لا مودي لا بيشتغل، يا احنا خلاص خليك في دول ما شغاله زراعه وصناعه، يا اخي شغاله شنو؟ تجاره، وتجاره دوليه وتجاره عالميه. كويس، قاعد في بيته بيشتري منتجات، بيسوق منتجات بلده، بيسوقها في الانترنت، ما في زول شغال الشغل ده، ما في زول الليل بيشيل له كركديه يربطه في كيس، بيكتب على كركديه السودان ينزله في الـ في الـ في الفيسبوك ده عشان يبيعه، ما منزله الليل في الـ في الـ في المواقع العالميه الفاتحه كل حاجه البيع الشراء دي عشان تبيعه. ده كله كلام فاضي، وكله تيك توك، وكله انا وعندي وانت ما عندك، ونستخشر ونسوي عرسنا ونسمي واحنا اولاد منوح. الكلام كله ما بياكل ولا بعيش. كويس، ولا بعيش. ولا حاجه كمان، الحاجه المؤسفه الحاجه الثانيه، حتى المغتربين القاعدين برا كويس مضيعين على حياتهم، مضيعين حياتهم، في ناس ما بيحفظوا لون الجميل اساسا. يعني انت الليله قاعد روحك يا القاعد برا وبترسل قروشك للناس اللي في السودان ديل، قال لي تعال لك رسلت ولدك يقرا سايب يقروا لك؟ والله ما بيقروا لك، علني بيشوف اقامتك دي تكمل ترجع السودان تنطر طرد الكلب. اول حاجه يقول لك انت عملت لنا شو؟
انت زعلتك منه، انت لا جيتنا من وين؟ كويس؟ انت شفت القاعد بره ده؟ وزرست الفجروش ده كله اول حاجه، انت بتكون ضريت نفسك وضريت اولادك وضريت الزول القاعد تنادي ضريت ضرر كبير، عرست له وقريته وعرست له وطهرت له ودخلت له المدارس وعرست لاولاده، وفي النهايه شكرا جزيلا ما بتفيزوا بدك له. والله العظيم انا بتكلم مع الجادي كويس، ما بده شكرا جزيلا، تكون ضريت نفسك وضريت الزول ذاك وضريت اولاده وضريت احلته كلها كويس، وضريت البلد زدت عاطل، انت بالضبط كده صنعت عطاله ومجموعه عطل. انت اللي قال لك بقول يا اخي انا ماسك لي ثلاثه اربع بيوت كويس، دي حاجه كويسه، انت ساعدهم ساعدهم القى لهم شغل، ساعدهم اصنع لهم حاجه ياكلوا ويشربوا منها، لكن الليله اقول لها حاجه دفع مباشر لناس قاعدين نايمين في البيوت 24 ساعه معدينا الليله كلها في الجبنات وفي الشاي وفي الحفلات. ها انت ضيعت عيال، مو ضيعت جيل واحد، الولد ده ما قام ذاته قام من صغير، شاف ابوه راقد في البيت بيرفع تليفونه ايها والله تعبانين تعب شديد يا اخي، رسل لنا 500 دولار، رسل لنا 1000 ريال كويس، انت مش ضريته وضريته، الولد اللي معاين فيه الولد الصغير ده كويس اللي عمره 7 ولا 8 سنين معاين في ابوه راقد ده كويس، انت ما ضريته، علمته انه يكون راقد ونايم وباكل وشارب امور واضحه كويس، ماكل وشارب امور واضحه لشنو؟ لا انت طورته، انت لا قدرت تطور نفسك، لا قدرت تبقى شخص تعمل لك تعمل لنفسك حاجه وتعمل لاولادك حاجه في الخارج، لا 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 اقول لك حاجه، لا عملت في السودان حاجه كويس، وانا خليت الزول اللي قاعد في السودان يجتهد على نفسه ويتطور في نفسه ويطور اولاده، ضرينا احنا ضرينا البلد دي كلها، ما خلينا زول ما ضرينا كويس، اقيس مع الناس عاد يكون عندهم زول عيان، اقيس مع الناس عاد يكون عندهم زول عندهم 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 مصيبه حصلت عليهم، لكن انت تبقى المصدر الاساسي بتاع دخل بني ادم، دي اسوء حاجه اسوء حاجه، وخاصه عاد يكون عندك صبيان، ساعات يكون عندك صبيان قاعدين في بطن البيت رجال كده واقفين كويس بشنبات، انت بتضر فيهم بترسلهم في القروج دي كويس، وهم قاعدين قبلهم ضر، انت انتهيت منه وانا نازل، انتهيت منه تماما ما خليت لهم حاجه، ها انتهيت من مستقبلهم وانتهيت من حاضرهم، والله العظيم عملت فيهم فعل بطاله جدا، خلي الناس، انت قال العمل ده ذاته ما حياه، العمل ذاته في حد نفسه ما حياه، انت قال لزوج صاحبك دي حياه، في حياه بدون عمل بتمشي ذاته بدون عمل، في زول ما شغال بيقدر يعيش، بتعمل شنو في زمنك ده؟ انت حتعمل شنو في زمنك ده؟ يعني عندك زمن من الصباح لين تصحى الساعه 6 صباحا و7 صباحا لحد المساء، حتعمل شنو انت كان ما شغال؟ كويس؟ يعني هالنوم نمت وشبحت نوم وكملته وصحيت من النوم ومشيت لي قدام كويس؟ اها تاني بعده شو ما في حياه بتبقى بدون شغل، الشغل يا اخواننا الروح، الحياه هي الحياه اللي بدها طعم كويس؟ تشتغل والله الواحد كان لقى يشتغل 60 شغله اشتغل لي سوا كويس؟ بيزيد معرفتك وتزيد تواصلك مع الناس وتزيد تواصلك مع المجتمع، تطور نفسك وتطور الناس اللي حواليك، لكن انت الليله راقد ونايم كويس وعاوز الناس تشتغل لك وتديك، ما في زول ما دي ما تكون في حياه ذاتها يا اخي، انتوا الليله شايفين المليارديرات الكبار في العالم، بيل جيتس ده تلقى شايل فانيلته النهار لابس فانيلته الواحده دي، النهار كله شغال في المنظمه دي وشغال في المنظمه وشغال لانه العمل كويس، زول عنده اكثر من 300 ولا 250 مليار دولار شغال بيزع زيه زي باقي الناس، لانه الحياه ذاتها بدون عمل ما لها طعم، ما لها نكهه، ما منها فايده كويس، احنا ضرينا الناس يا اخواننا، العاطفه اللي عندنا دي عاطفه سيئه جدا، دي والله العظيم العاطفه اللي عند الشعب السوداني دي عاطفه مضره كويس، ايوه الناس انت راجل، واحنا الشعب السوداني بنحب الرجاله ويحبوا تقيف مع الناس وزول ما بخيل واي حاجه، لكن انفع الناس انفع الناس ككل، انفع الناس انفعهم، كيف تقدر تهيئهم للمستقبل كويس. الحاجه الثانيه يا اخواننا غير كده، احنا ذاته بيناتنا حساده وبيناتنا كر لبعض، ساعات واحد فينا يمشي احسن من الناس بصوره مبالغ فيها، واقسم بدين الله في اي حاجه اي حاجه، يعني انا ذاتي شوف اقول له حاجه، والله انا يعني خلال الفتره اللي اشتغلت فيها مثلا في خلال الفتره اللي اشتغلت فيها العمل العام ده كويس، مين اللي اشتغلت في الجاليه السودانيه من هنا كويس، يعني انا شفت الناس بتشاكل، يعني نفرين يكونوا صحبان، والله العظيم الكلام ده اقول لكم جد، نفرين بيكونوا صحبان 20 سنه في الغربه 20 سنه صحبه على مستوى، مش على مستوى العوائل سوا وعلى مستوى النسوان سوا والاولاد سوا واللي قاعد نازل 20 سنه اي شاكل ونفرين شاكل، عشان اي منو فيهم اللي بيبقى رئيس الجاليه السودانيه، وتنابزوا بالعوائل وتنابزوا باسرار بعض
كويس. انا ما شفت جاليه قاعده، جاليه قاعده كويس زي جاليه السودانيه الليله في امريكا، الليله الناس في واشنطن دي سي كويس مشاكلين بالمحاكم عشان بس بيشاكلوا، بس بيشاكلوا عشان منو يكون رئيس الجاليه السودانيه. ناس دالاس مشاكلين، ناس كاليفورنيا في المحاكم كويس، ناس ايوه معقوله الناس كل الجاليات الناس بتشاكل فيه عشان سلطه بس يسموه ده رئيس الجاليه السودانيه، ده رئيس الجاليه السودانيه كويس. انت وين المشكله؟ المشكله قاعدين من السودان جوا هناك قاعده لسه. المشكله دي بالمناسبه اتشالت واتاقلمت مع الشعب السوداني وبقت في حتات ثانيه كويس. مش شوف من السودان طارت جات امريكا كويس، ناس بيشاكلوا عشان ما رأس بس زول يقولوا رئيس جاليه، لا عنده سلطه لا عنده مال لا ما عنده ما في اي حاجه بس عشان يكون رئيس جاليه كويس. الناس تتشاكل والناس والمجتمع كله ينقسم وتبقى في جاليتين وثلاثه جوالي واربع جوالي كويس. تخيل عشان يبقى عشان شنو اختلافات شخصيه بين الناس كويس، يعني اختلافات شخصيه، اختلافات يعني ما عندها علاقه بالمجتمع بالكوميونتي ذاته والناس اللي الناس اللي عايشين مع بعض، الشعب السوداني اللي عايش مع بعض، ناس الشاكل في جالية عارف بس تقول لي ناس ما يتموتوا عشان سلطه عديل فيها قروش وفيها قانون وفيها سلطه حقيقيه كويس. المشكله مشكله كبيره، المشكله في الشعب السوداني، ما المشكله، المشكله ما مشكله السودان، المشكله مشكله الشعب السوداني. الحكومات هي الحكومات بتاثر ب 30 40% ما اكثر من كده، اكيد الباقي في المجتمع، الباقي في الناس، الناس السيئين جدا كويس. بعد يا اخي الانقياد الاعمى للحاجات، مثلا راس انا اقول حاجه، انا قاعد انزل الايام دي قاعد انزل كلام ضد الحزب الشيوعي، واحد يقول لك زمان ساعات كنت بنزل منشورات ضد الكيزان، الناس بيقول لي انت شيوعي كويس، لكن ما في ذول بعاين بعين الوسط، ما في ذول قادر يعاين لحد يوم الليل في الشعب السوداني كله، يا شيوعي عديل يا 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 كيزان عديل، ما في ذول بعاين بيحكم بالعدل. انا في واحد كتب لي قول لي يا اخي انت كوز، قلت له كوز شو؟ قلت له يا اخي ربنا قال تحكم العدل، زي ما احنا سمعنا الكيزان بيوت الاشباح والناس عملوا في الناس، واحنا برضه سمعنا عن الشيوعيين، سمعنا عن التطهير اللي عملوه في الوظائف، سمعنا عن التجنيد للناس في الجيش، الضباط في الجيش تابعين للحزب، احنا ما نحاكم الناس كلها، احنا ليه ما نكون عادلين ذاته عشان نقدر ننظر ذاته اللي هو مين الاسوأ اللي جعل السودان؟ مين هو الاسوأ اللي جعل السودان؟ امشي. قلت لك امشي. نو نو امشي خلاص. طبعا دي لا بتنهرش لا بتدقها، لا ما اكر عذبتني عذاب، كمل الصوت ده والله العظيم كمل الصوت ده عديل كويس، يعني حيرتني ذاته الحمد لله. المهم والله العظيم والله العظيم عذاب 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 عذاب. فالمشكله هي ذاتها فينا احنا كلنا، ما قادرين ما قادرين ما بنسمع صوت بعض، ما قادرين ما قادرين نتكلم مع بعض. يا اخي احنا الليله اقول لك حاجه، انا يعني لسه في ناس كتار اقسم بالله انا حسبتهم قريب ال 5000 حاضرون، انا ما حاضرون في وجهات نظرهم، ما حاضرون في وجهات نظرهم. اي زول بيجي يقول وجهه نظره كويس جدا ممتاز، انا دارس اسمع من وجهه نظرك عشان 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 علشان اسمع وجهه نظرك وتسمع وجهه نظري ناخذ قواعد ثابته. يا اخي مجرد ما تيجي تبدا لي المنشور تقول لي يا اخي تيجي ترد علي تقول لي يا حيوان انت، انا ثاني ما بعين الا باقي كلامك، قول لي يا غبي كويس، ما بنعرف نتكلم مع بعض، ما بنقدر نعبر عن نفسنا الا باساءه. هذه هي الاساءه بتزيدك بتزيدك رفعه كويس، بعدين تقول لي يا حيوان انت كويس، معناها انت انسان ومثقف ما زي انا الان الحيوان كويس، انت المثقف كويس، دي يعني هي كده حسيت انك كده برفعه، ولا تيجي تقول لي يا اخي لا والله كلامك ده غلط كويس، ولا الحي الصح انها تكون واحد اثنين ثلاثه اربعه كويس، ما بنعرف نتواصل مع ما بنقدر نسمع صوتنا كويس، احنا شعبين جاهزين انه نشاكل في كل ثلاثه دقائق كويس. يعني كان في واحد قال لك واحد كان داري منك قروش يا اخي ما بيقول لك السلام عليكم كيف اخبارك يا اخي، والله يا اخي انا المبلغ اليوم ده يا اخي والله محتاجه، لا بيجي برا اسمع لي قروش يعني انت ما تديني قروشي اه انت ما يا اخي كان سلف، ما بنعرف نتفاهم، ما بنعرف نتكلم ذاته، ما بنعرف نتفاهم، ما بنعرف والله يا اخوان انا اقول لكم في كلام ده حقائق، والشعب السوداني حقه يعني اعرف الحته دي يا اخوان، كان ما حليت نفس مشكلتك بنفسك وقعدت يعني تفهم ها، عمرك ما حنكون حنكون جايطين كده كلنا، حنكون طول حياتنا جايطين، احنا ما احنا عندنا من البيزك الاول ذاته
ما بنعرف نتكلم مع بعض، ما بنعرف نتفاهم، ما بنعرف نعبر عن نفسنا بطريقة كويسة اللي بتخلي الآخر يسمعنا كويس. يعني أصلا عندي مشروع ده أتكلم معي دول، بجي أول حاجة منهره، بجي أول حاجة منهره، يا اسمع أنت يا أخينا يا أستاذ يا زول أنت حكايتك، ما بنقدر نوصل معلوماتنا. عشان كده كل قضايانا خسران، كل قضايانا خسران، وإحنا يعني بنخسر قضيتنا من قبل ما تبدأ، من قبل ما نمشي قدام فيها إحنا قضايانا خسرانة. لأنه أساسا شايل الحق ذاته، قالوا شايل الحق ذاته كويس. فن ما أي زول بيطلع حق الحق ذاته فن ما بيشال ساي. يعني ليه نحن ناس الإنغاز ذيل؟ حتى ناس الإنغاز ذيل كان ما جاء أستاذ علي محمود الله رحمة الله عليه كويس، جاء من لندن، فتح جاء من لندن طوال مشى طوال، فتح في النازل بلاغ كانوا تفكوا واحنا جايين واحنا من كورك والنظام السابق وما عملنا اي حاجه، لحد ما جاء واحد عنده حب تعاون من برا فتح لنا البلاغ في الناس اللي قابلناهم بيوم الليله دي. لكن احنا كنا بالعرض يعني حقنا كويس، وما سبلنا حقنا القانوني ضد النازل ذاته، ما عملنا اي حاجه كويس. اسف واحد جاي بيقول لي اخترت العب الحبلين كويس كده، انا اشوف الحبل الاول نمسك الحبل الاول بعد كده نشوف الحبل الثالث كده نلعب عليهم. هذا ده ماشيين ساي كويس. اسف مثلا انا اقول لحي، انا اتكلمت قبل 3 يوم انه بنزل في المنشورات مثلا، واحد من الامثله بنزل في لجنه التمكين اللي هي لجنه التمكين ما عندها اي قانونيه، ما احنا عشان دارين نعمل الدوله حقت المؤسسات والدوله حقت القانون والدوله اللي بتحترم الانسان هل الشكل بتاع لجنه التمكين ده بخلينا نطلع دوله حقيقيه؟ هل الشكل بتاع انه لجنه سياسيه هي لجنه مشكله تشكيل سياسي كويس، هي اللي بتبقى النيابه والقانون اللي بيقبض والقانون اللي بحاكم والقانون اللي بنفس كل، وبيتكلمنا عن دولة مؤسسات، ما في مؤسسية في الكلام ده. ده تمكين لكيان سياسي محدد كويس، والشعب السوداني لسه سارح هاي اللي جيت التمكين بلت لك يا دوك يا زان شنو بلت لك، ما دي مبدأ بلت لك، ده كلام كله كلام فارغ. اللي هي احنا في المرحلة الحالية دي بالصفيق لجنة التمكين دي، احنا عبارة كده من نصنع في جوش متجلي في شكل صلاح مناع، وبنطلع في 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 نافع على نافع متجلي في شنو؟ متجلي في اسمه منو ده في شكل المحامي ده ويجي. احنا دي الحاله قاعدين نسوي فيها الان بالضبط كده، قاعدين نعمل في كده، قاعدين نطلع في جوش وفي في نافع، لكن من صايد ثاني ما من الصايد القديم، نعمل في صايد ثاني كويس؟ احنا كمان مشينا في الشكل العديل، الشكل القانوني العديل، الشكل المعروف كويس. محكمة عندها سلطاتها، ونيابة عندها سلطاتها، وبوليس عنده سلطاته كويس. لجنة إمكانية التمكين بتيجي تمشي البوليس يقول لهم شقبضوا لي النازل كويس، وين القانون هنا؟ هي اللي بتيجي تقوم عندها محامين قاعدين بيشكلوا وكيل نيابة بيقول لك احنا شايفين كده، عندها قضاة بيحددوا لها، لا ده كله منوي كله في لجنة واحدة كويس، في لجنة ما تأمل ولا ما بتباع للدولة، ما دي كتايبة صوت ذاتها اللي بنتكلم عنها في البداية، ما هي دي ما عندها علاقة بالدولة، انتوا بتتكلموا عن شنو؟ وده الحق اللي بنقوله، ما احنا ما متعصبين لجهة، أنا واحد من الناس ما متعصب لجهة، أنا في النهاية أول يوم طرحت فيه للشعب السوداني بتكلم يقول احنا دولة حقت قانون، دولة واحد اثنين ثلاثة معروف فيها زي باقي دول العالم، زي باقي النظم في العالم ده كله كويس، نظام قضائي، نظام بتاع بوليس، نظام بتاع نيابة، نظام كامل، ما لجنة مختصرة يعني من الصباح تهف لهون عندهم زول مشكلة معاهم شقبضوا من الصباح ده من يعني النظام السابق كويس، وهنا اللي قرروا وهنا اللي بيحكموا كويس، يعني هنا اللي بحددوا أي حاجة، ما فما نظام قانون، فاحنا ما عملنا حاجة غير بدلنا دولة الإنغاز كويس من صايد ها لصايد تاني، يعني من بدل الكيزان بقيناه البحثيين، ما عملنا أكثر من كذا، ما فعلنا أكثر من كذا، يعني أنت الليلة عشان أقول حاجة أنت الليلة عشان أنت مبسوط عشان اتجاهك
يساري. الاتحاد الاسلاميين زعلانين بكره اذا لفت الايام والايام مدوره والكوره الدنيا دي مدوره بكره بيجوا برضه الكيزان اذا ربنا سهل لهم في الدوله اسمها السودان دي ايوه رايحين تاني بتدور على الدنيا وما في دوله بيقول لي حاجه مستحيل ما في شمس دي قاعده في السماء ما في حاجه مستحيله في الوطن. انت اكيد ممكن تعمله اذا عملت نظام واسرت دول البلد ده على المؤسسات لو جه كيزان لو جه شيوعيين لو جه حزب الامه لو جه الجن الاحمر نازل من السماء ما بقدر اخترقها الا كان دولتك مؤسسه زي الناس. لكن يعني اذا الدنيا لفت على على البحثيين وجت كيزان مره ثانيه نفس الحكايه حيعمل برضه لجنتهم حق الصالح العام سواس زي اللي عاملين لجنتهم ثاني كويس ما هي شغلانيه دوائر. احنا هو شعب السودان ضايع بين اليساريين وبين الاسلاميين. الاسلاميين يفشوا اللي في يفشوا في اليساريين واليساريين يفشوا في الاسلاميين والضايع في النص الشعب السوداني اللي بيدفع في الثمن الشعب السوداني كويس ما نفس الحكايه ناس الانقاذ سعدوا الرجعيه الرجعيه والاحزاب العقائديه والشيوعيه كويس الكلام ده كله ما بكذب عليكم السودانيين ثلاث اربع كانوا واقفين مع الانقاذ كانوا يمشوا الدفاع الشعبي براهم مبسوطين قالوا مش الدفاع الشعبي براهم مبسوطين كويس ما يكسب عليكم الناس الناس الشعب السوداني اللي كان براهم بيمشي الجهاد بيقولوا ده عشان يجاهدوا كويس يعني ما الناس ما تكذب الناس دي كلها ربت دهون وربت هناي وقعدوا الوحيدين اللي ضرروا الشيوعيين ليه ضرروا؟ لانه الشيوعيين صارت 69 ساعه مسكوا مع نميري لموا في الكيزان ده شالوهم من الخدمه العامه كلهم عملوا حي اسمه التطهير كويس كتر ضباط الجيش اللي انتوا زعلانين عليهم الناس اللي غازل شالون صالح العام ده كتلون عديل في كتلون عديل سنه 71 كويس في بيت الضيافه ده اليساريين ده كان ناصريين كان شيوعيين هنا ده كلهم عملوا الحاجه دي قلبوا على النميري كويس وقالوا دار ينزل الشيوعيين في السودان شال العلماء الحمر دي ثلاث يوم حامين بها في خرطوم كتر ضباط الجيش ده في القياده العامه دي كويس في بيت الضيافه القصر الجمهوري كتلون هنا كلهم مجرمين كلهم الناس كلهم مجرمين. هل الشعب السوداني يقعد باري مره كيزان احنا نقعد بس زي الكرنك كويس مره فوق ومره تحت مره مباري كيزان ومره مباري اليساريين ولا الناس حقوتي تصنع دوله حقيقيه تقعد امشي اليساري ما يكون الا هو اداري يجي الاسلامي ما يكون هو الا اداري دي الحاجه صح المفروض الناس تفكر فيها يا اخوان الناس ما تتعصب لحاجه زمان قلنا لكم الشرعيه الثوريه تشيلوا حقكم من الكيزان كان اول باول شبكتوها لا 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 وما بعرف حمدوك ولا لا لا وهنا لحد ما ضيعتوا الشرعيه الثوريه اساسا راحت كويس الحاجه اللي بيسود فيها لجنه التمكين الان دي ما ثوره ده اجرام وتمكين بصوره جديده ده تمكين كويس ما متحكم فيها لجنه متحكم فيها حزب سياسي وهي مكونة تكوين سياسي ده ما تمكين لحزب جديد تمكين لبرنامج اتجاه جديد ما عنده علاقة بالثورة انتوا ما قاعدين تحطوا الموضوع ده في راسكم الناس بتتكلم باسم البحث العربي الاشتراكي تكلموا باسم الحزب الشيوعي ما في دور بتتكلم باسم الثورة كويس وده الناس محزبين وجايين باسم الثورة جايين شالوا اسم الثورة سرقوها وجا باسم الثورة إذا ما كنتم الناس كانت كويس إذا ما الناس كانت واضحة في تعاطيها مع الأمور كويس عمرها ما هتنجح عمرها ما هتمشي قدام. شوف أقول لك حاجة دائما يا إخوان الناس تخلي عندها الميزان كويس أيوة أسأل في الناس كلها قاعدة تقول لي أنت شايت وين؟ لأنه هو داريني بس أنا كل يوم من الصباح أقول شكرا الحمد لله بس كل يوم من الصباح أنا أقول شكرا الحمد لله لا اتكلم عن فشل حمدوك لا اتكلم عن الحياه العمليه الشيوعيين والحياه العمليه البحثيين بس اتكلم عن منو؟ عن حمدوك وده كلام غلط غلط جدا لازم يا اخواننا الزول يكون معلش يا اخواننا الله يغفر الله يغفر الله اتكلم عن حاجات كثيره ابو الحاج صوتين قرش لكن بعدك عندي شغل يلا اخوانا ارجع مره ثانيه ان شاء الله ونتكلم لكن عندي شغل الله